knapp 50.000 Marokkaner und Marokkanerinnen. صفعة أخرى وجهتها وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك لنظام المخزن في عقر داره، حيث أكدت تطابق موقف بلادها مع حل أممي للقضية الصحراوية. نعم، التصريح الأخير لوزيرة الخارجية الألمانية خلال زيارتها إلى المغرب أكدت فيه أن موقف بلادها من الصحراء الغربية يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي، وهو الموقف الذي أعلن عنه قبل يومين مسؤول العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وينص على دعم عملية السلام في الصحراء الغربية بقيادة الأمم المتحدة من أجل استفتاء التغير المصيري. يكون للشعب الصحراوي فيه فرصة للتعبير عن مستقبله عبر صناديق اقتراع تشرف عليها الأمم المتحدة. أرى أنه هذه المواقف والتأكيد على الشرعية الدولية يعطي طباع على أنه الوضع في الصحراء الغربية يقلق الأوروبيين، وكذلك على أنه أي محاولة للتمرد على الشرعية الدولية ستقود المنطقة إلى مزيد من الاحتقان ومزيد من اللاسلم والاستقرار. في الوقت نفسه أكدت ألمانيا دعمها لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مسعيه للتوصل إلى حل سياسي عادل، مؤكدة موقف بلادها المتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يراهن على المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، وهو الطرح الذي تقدمه دائما الجزائر حول قضية الصحراء الغربية. ولكن مع الأسف نلاحظ دائما أن المغرب ووسائل الإعلام المغربي تحاول دائما تشويه الحقائق وتلفيق تصريحات لبعض المسؤولين الأوروبيين، وكل ذلك من أجل درء الرماد في الأعين للشعب المغربي فقط، لأنه في النهاية قضية الصحراء الغربية قضية واضحة، وحتى قرارات المحكمة العدل الأوروبية التي أكدت مؤخرا على أن المغرب والصحراء الغربية هما كيانان منفصلان. إجماع حقوقي ومواقف تؤكد عدالة قضية الصحراء الغربية وطريق مسدود لعجز أصاب أوصال نظام المخزن الظالم.